بهدف التكاتف وعمل الخير، مجموعة شباب من حملة الشهادات العليا بمختلف الاختصاصات في الديوانية يقدمون دروسا مجانية لأبناء الأسر المتعففة في معهد خاصا للمحتاجين. نحن مجموعة من حملة الشهادات العلمية العليا بمختلف المواد العلمية لتقديم اجتماعنا لتقديم الخدمات التربوية اللي هي دروس تقوية مجانية للطلبة من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة. وبدأ هذا العمل بسنة 2014 بإشراف مديرية التربية الديوانية. الفئات المستهدفة هي المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى حد السادس إعدادي. هذه البنايه اللي اخذناها احنا على عاتقنا الكادر التدريسي اللي احنا رممنا البنايه وايجار من عندنا، واكو بعض الاولياء الامور اللي يساعدون من الجانب المادي. وبدا هذا العمل بسنه 2014 والى الان طموحنا ان شاء الله ان نخلق جيل مثقف واعي يخدم المجتمع ان شاء الله في المستقبل ويخدم محافظه الديوانيه تحديدا. اشادات من قبل الطلبه بطريقه التدريس وتقديم المواد العلميه للاساتذه القائمين على هذه المبادره التطوعيه. أنا طالب السادس من طلاب معهد أبي تراب، حبيت أجي لهذا المعهد. مدرسنا السادس دكتور محمد قال لنا على هذا الفرح، فإجينا على مود نستفاد وناخذ محاضرات، فما قصر ويانا الدكتور من مدرسين، مدرس فيزياء أستاذ مجتبى عملاق بالفيزياء، وأستاذ مرتضى أبو الكيمياء، وأستاذ قاسم، وكل الأساتذة جزاهم الله خير ما قصروا ويانا، وإحنا كلش مستفادين وياهم. إحنا ما نقدر ندخل دروس خصوصية بسبب المبالغ الهواية، فأستاذ محمد وفر لنا المعهد مجاني لأنه إحنا وضعنا المادي كل زين. فاحنا نعرف استاذ محمد من 2018 من كان المعهد بعيد علينا، فمن شاف احنا انه ما نقدر على المسافه البعيده والخط وهاي السوالف قرب المعهد سوى قريب علينا. الاساتذه اللي وياهم دكاتره ممتازين وتدريسهم كل زين، وما كغنى عن استاذ محمد لانه هو يعني هم وصلنا فكره وتدريسه كلش كل زين مع وليا. يعني بمناسبه وين المعهد الثاني هنا انا كل جانب استفاد، ماكو اي فرق بينه وبين الخصوصي. لبرنامج صباح دجله سيف علي الديوانيه.